ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على تكملة موضوع امبارح، وهو الارتباط من السوشيال ميديا. واتكلمت ان انا دي حاجة ما بحبهاش تماما، على قد ما انا اعرف اشخاص، هم اشخاص قليلين جدا، يعني تكاد نسبة قليلة تماما من ان الناس اللي ارتبطت على مواقع التواصل الاجتماعي، وممكن يكونوا متجوزين ومخلفين، ولكن دي بتكون نسبة قليلة جدا. بس ما أدراك ما اللي بيحصل ما بينهم، اللي هو بقى من مشاكل، خلافات، لأن في عدم ثقة موجود وأكيد موجود. كمان عايزة أتكلم على السوشيال ميديا والضرر بتاعها في البداية، يعني اللي بيتكلم معاكي أو اللي بتكلمك هو بيكون تسلية وقت مش أكتر، وبيكون حاجة أكيدة، يعني خدوها كده قاعدة أكيدة. زي مثلا ما هي أعجبت بيك وكلمتك، ممكن يكون في 10 زيك أعجبت بيهم وكلمتهم، وكان برضو أنت أول واحد إن هو تكلمه، زي ما أي حد تاني كان أول واحد. وأنت برضو تخلي بالك، لأن هو ممكن يضحك عليك يقولك أنا شفت صورتك حسيت إن أنا اتشديت، حروف اسمك بتلمع. فوالله بيحصل، يعني حاجات من دي بتحصل كتيرة، وللأسف عندنا سن المراهقة موجود كتير، فبيبدأ ان هو يصدق ويتعلق بكلمات لطيفة، فيبدأ ان هو يمسك في الشخصية دي قوي، وبعد كده بنلاقي الشخصية دي هي شخصية مريضة، يعني عايزة تحس ان هي مرغوب فيها، فبالتالي بتوقع اكتر من بنت او توقع اكتر من شخصية، وتبدأ ان هي تتكلم، ويبدأ ان هي عايزة تحكي وتتحاكى وتحس ان هي مرغوب فيها بقى، وان هو الجنتل اللي هو اللي مقطع السمكة وديلها والكلام ده. ده بيكون نوعا ما من المرض، وفي كتير مرضى بالمنظر ده. كمان نلاقي ان في اشخاص بيبقى عندهم ايه اللي هي التسلية، يعني مرض التسلية، غير كده عندهم نوعا ما من الابتزاز، يعني دي بتيجي اكتر من الرجل طبعا، يعني الرجل يدخل على بنتي يلاقيها كيوت، يعرف من صورها ان هي حد سهل ان هي تستغل، يبدأ ان هو ياخد صورها وياخد الكلام بعد ما يتكلم معاها كتير، ياخد. وانا عايزة الموضوع ده تسمعيه كويس قوي اي حد في سن المراهقة، يعني لان شفت منه مراحل كتيرة من اشخاص كتير، وحاولنا ان احنا نعالج مواضيع زي كده بشكل كبير قوي. فتلاقي البنت ما بتصدق تتكلم معاه، في حصل كلام، حصل ان هي بتحط، يا بتبعت له صور، يا بتحط صورها على صفحتها، فيبدأ ان هو ياخد صورها، يعمل لها حاجات تركيبات، او ان هو يكلمها كلمات كتير، ويبدأ ياخد شوت سكرين من كلام بتاعها، ويبدأ ان هو يبتزها بان لو هي ما قابلتهوش، لو ما عملتش اللي هو عايزه، فهيبدأ ان هو يودي الكلام ده او الصور دي لأهلها، ويعمل مشاكل كتير. ده بعد بقى مواضيع وبعد كلام، يعني ما تأمنوش، انا اقصد من النقطة دي ما تأمنوش لأي حد يكلمكم من خلال السوشيال ميديا عامة، يعني ده حاجة كارثية حقيقي. هو الموضوع ده موضوع كارثي جدا، لان انت بتتعامل مع انسان انت ما تعرفهوش، حتى لو انت ممكن تكون شفته مرة، صديق صديقك، حاجات من النوعية دي، فبرضو ما يتأمنش، انت شفته ولكن ما تعاملتش معاه، فدي برضو نقطة مهمة جدا، ما تأمنوش. ونخلي بالنا قوي قوي من اي حد سن مراهقة عندنا في البيت، في موبايلات وحاجات كتير بتكون مفتوحة قدامهم، سهل قوي يتكلموا مع اشخاص، واشخاص يجوا يتكلموا معاهم بالمنظر ده. كمان غير الابتزاز او النوع معين من الابتزاز ده، في كمان استدراج مادي، ودي اعرفها مشكلة شخصية حصلت، ان هي بنت حاطه صورتها ومعاها عربية فخمة، فدي محطوطة من ضمن صورها، بدأ ان هو يدخل يشوف شكل صفحتها على الفيسبوك، فعرف ان هي حد ممكن يكون غني، حد يكون معاه فلوس بقى، فصدى حلوة بالنسبة له، فدخل يتكلم معاها، وبدأ ان هو يعلقها كتير ويتكلم معاها، ويعمل نفسه ان هو امور بقى وحاجة كبيرة كده، وبدأ ان هو يستغلها ويستعطفها ماديا، وبدأت ان هي تبعت له فلوس، وهو اصلا بيدخل هو عارف بينقي مين، عارف ان دي واحدة عربيتها الفخمة دي معدية مليون، فدي يبقى حد واقعة حلوة، ويبدأ يستغلها ماديا، وموجود كتير، يعني غير ده موجود كتير جدا، الاستبداد او الاستدراج المادي، ابتزاز مادي.
فده بيكون موجود بشكل كبير جدا جدا، فبرضه بيبقى صعب يعني انت هتصدق وتستعطفه والحاجات اللي، وفي الاخر هيكون خد المبالغ، اول ما يلاقي ان هو خلاص بقى مفيش فلوس بتتبعت له تاني فخلاص يقطع. على فكرة الموضوع ده مش عند الرجل بس، ده رجل وامرأة بيعملوا كده، يعني انا كلامي على كله، بيحصل الابتزاز المادي ده كتير جدا جدا. غير كمان في مشكلة تانية ممكن تقابلنا زي الاستدراج الجنسي، بيبدأ ان هما يحصل كلام ومشادات في الكلام ويدخل الكلام في طريق شمال بشكل غريب جدا، لدرجة ان برضو في من سن المراهقة بيجروا ورا الحاجات اللي زي كده، فبالتالي بياخد عليك مستندات كلام صور ويبدأ ان هو يسجلها لك، وبرضه بعد كده يجي يبتزك ماديا او يبتزك ان انت لو ما عملتش اللي هو عايزه هو ممكن يفضحك او يفضحك او تفضحك يعني. وبيحصل كتير جدا الكلام ده. طبعا انا عارفة ان مش يعني انا مش بتكلم مع ناس ما عندهاش ذكاء، لا عارفة ان انتم اذكياء جدا، وعارفة ان في اشخاص ممكن تكون مراهقة وواحد اطفال ممكن يكونوا سن، ده بيبقى سن ممكن يكون 10 سنين وفاهم اكتر من 20 سنة، وكلنا مقتنعين من ده. انا ممكن الاقي شخص طفل صغير يفهم اكتر مني، اكتر من حد اكبر مني سنا، فموجود جدا يعني. انا مش بقلل من ذكاء حد او بقلل من خبرة حد، ولكن انا بتكلم على يعني حاجة من الواقع اللي بيحصل، واللي علاها تكون نصيحة لبعض من الاشخاص، او ان احنا نخلي الموضوع ده يسمعه بعض الناس اللي احنا عايزين نأمن حياتهم وخايفين عليهم زي اولادنا اخواتنا الصغيرين ايا كان. فخلوني كمان اكمل الموضوع ده لان ده بيحصل جدا برضو، والنقطة دي كمان بتحصل بطريقة كبيرة. بتبدأ الواحدة تتشد شوية وتقول له انا ما بؤمنش بالارتباط من السوشيال ميديا، وحاجة دي مش كويسة وحاجة صعبة وكلامها كتير، وتوري له ان هي بقى واعية وفاهمة، هيطلع اوعى منك ويفهم اكتر منك، ويقولك احنا نعمل خطوبة. خلاص انت كده جد في الامان، هو عمل خطوبة جه في الامان، اخره جاب ايه؟ دبلة، جاب يعني عمل ايه اللي غرمه، ايه اللي عمله؟ عايز اقول لكم ان بيحصل خطوبات كتير وتتعلق كتير، ويبدأ برضو يعمل اللي هو عايزه وهو خاطب، وممكن تكتشفوا ان بعد الخطوبة اساسا ان هو اصلا متجوز ومعاه كام عيل، ده حقيقي وبيحصل. يعني الخطوبة مش معناها هو مصدر الامان. اي علاقة ارتباط من السوشيال ميديا لو كملت لخطوبة ممكن كمان ان هي تتفشكل، او ان هي يحصل ان هو يسيبك او ان هي تسيبك، يعني ما بتبقاش كاملة للاخر. اللي بيكون كامل هو الزواج، ولكن حتى الزواج بيحصل له مشاكل قليل قليل. انا مش بقول ان انا ضد انا ضده، ولكن مش بقول ان الموضوع ده مقفل تماما 100%، لا. ممكن اقول لكم في نسبة صغيرة جدا جدا العلاقات اللي ممكن تكمل، وعلاقات دي بقى يعني دي حاجة كده بقى، يعني ده نصيب بقى، ده اسمه بقى النصيب اللي هو قوي، أو يعني حاجة كده اللي هو صعب انها تحصل، فاهميني؟ لكن انا مفيش حاجه عمري بالنسبه لي ما في حاجه اسمها مقفوله 100%، لا، لازم في باب موارب دايما، ولكن الباب اللي موارب في الموضوع ده بالذات باب يعني يكاد هيتقفل، فبرضه الوضع شويه صعب، لكن بيحصل علاقات وبتكمل بس نسبه قليله قوي قوي. فخلوني اكمل بقى موضوع الخطوبه. بيحصل خطوبات كتيره ويدخل بيتك وامانه، اهو شفتي انا بحبك، اهو شفتي انا امان، فيبدا برضو يعمل اللي هو عايزه، وفي الاخر خالص هيسيبك، هو ما غرمش حاجه اساسا. كمان ممكن تحصل العلاقه زواج، يعني ممكن يحصل من العلاقه الارتباط من السوشيال ميديا دي يحصل زواج، ولكن دي بقى بيبقى فيها اختيارات، يعني ممكن انت عشان انت اموره شويه، هو شكله حلو، هو ممكن يكون واضح انه من عيله وانت من عيله، الاسلوب عجبكم شدكم لبعض، ولكن بتتفاجئوا بعد ما يحصل خطوبة، بتقول بعد الخطوبة بتكونوا فرحانين جدا، وأول الجواز بتكونوا فرحانين جدا، ولكن تعالوا بقى بعد الجواز، لأن بعد الجواز مش زي ما الناس ما بتقول بعد الجواز بيبقى حصل بقى ان خلاص انتوا بقيتوا مرتبطين اكتر وبتحبوا، لا، بيحصل مشاكل، يعني بعد الجواز بيحصل مشاكل اكتر من فترة الخطوبة وفترة الامور العادية، بنقعد فترة كده فيها بعض المشاكل لحد ما تتأقلموا على بعض، يعني مع انتوا لسه في فترة الخطوبة والارتباط ده انتوا لسه معرفتوش بعض قوي برضو،
بيجي بعد فترة الجواز بيكون أساسا في عدم ثقة. يعني انتوا في كتير بيكونوا متجوزين الموضوع بيكون فيه عدم ثقة، في خلافات كتير، لما هتلاقيه ان هو قاعد على النت او ماسك موبايله على طول اجباري هتلاقي نفسك عايزة تاخدي الباسوردات منه، اي باسورد بقى سواء اي حاجة هو فاتحها، عايزة ان انت تبقي عارفة ان او عينك تبقى عليه على طول، انت هتلاقي غصب عنك بتعملي ده لان انت عارفة طبيعته ايه او هو عمل ايه قبل كده. وانت كذلك الامر انت هتبقى بتتعامل معاها بالطريقه دي، هيكون في وضع عدم ثقه في البدايه. ممكن اقول لكم ان انتوا واثقين في بعض، ولكن فيما بعد مش هتثقوا في بعض وهيحصل خلافات وهيحصل مشاكل وهيحصل ده انا عرفتك من على الفيسبوك، ده انا عرفتك مش عارفه منين، ده انت تلاقيك لما كنت بتكلمني ده انت كنت بتكلم 10 زيي بس هي جت معاك كده بالحظ، حاجات بقى وهتيجي في خلافات ومشاكل. وبرضو مهما كان الموضوع ده ما بيتنسيش، برضو بيحصل فيها خلافات كتير إلا بقى من رحم ربي. الموضوع ده مش بشجعه تماما، مش بشجعه خالص، إلا بقى لما يعني تدرسوا كويس، تدرسوا الشخصية كويس، ممكن تيجي عن طريق الحظ، يعني ممكن يكون حد نصيبه في مكان تاني فربنا جعل ده ممكن يكون لحاجة للتواصل، ولكن لازم نبقى ندرسه بشكل جيد وعميق، ولازم نبقى شداد وتقال جدا فيه عشان نثبت للشخص ده ان احنا برضو مش سهلين، ان مش عشان سوشيال ميديا فانا يعني تثبتي له فكرة ان انت مش مع اي حد، هي جاية عشان طريق نصيب، لازم تكونوا شداد وتقال. وهنتكلم بعد كده على ازاي الارتباط على السوشيال ميديا، ازاي ان احنا نوصله ان هو ما يتفهمش بشكل غلط فيما بعد، فيما بعد اللي هو فترة الخطوبة والزواج والارتباط الرسمي ده. طبعا بشكركم جدا وبعتذر ان انا طولت عليكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.